مرحبا بكم في تونس. قدم لكم روحي، أنا راوضة بن ميلاد زاروق، رئيسة ومؤسسة جمعية مرضى السرطان. كنت أتمنى نكون معاكم لكن الظروف ما سمحتش. السنة هذه دورة هذه الأولى وكانت دورة ناجحة ياسر وفاتت التوقعات متاعنا. احنا الإنجازات كبيرة في حملة أمل، كنا ناشطين ياسر، وإحنا كعادتنا كجمعية مرضى السرطان احنا ناشطين. وبالحملة هذه حلمنا وعشنا أيامات ياسر حلوة، عملنا برشا تظاهرات قرابة 20 ولا يمكن حتى أكثر، ما عادش نعرف نحسب. تونس كاملة عاشت التظاهرة هذه، عملنا في شارع الثورة تظاهرة كبيرة ياسر، عملنا في أكبر بلدية في تونس بلدية العاصمة تونس، عملنا في كثير الأماكن بالمقر متاعنا كجمعية مرضى السرطان. تعدت أيام حلوة برشا وكانت كلها محبة، زرعنا الأمل والمحبة في قلوب الناس كل اللي موجودة في تونس. وعن من خلالكم توما زادة تبعناكم، راهو تبعنا كل تظاهرة في العالم كامل، وهذا كما نقولوا كما قلنا بالأمل نعيش، وإحنا نقولوا بالأمل لكلنا مع بعضنا نحولوا أملنا إلى نجاح. إحنا تونس ومصر أشقاء، أشقاء اللي نحبوا بعضنا برشا، وإن شاء الله الكل يتعمم على العالم الحب والأمل والمثابرة وحب الحياة والتشبث بالحياة، وهذيك هي حياتنا. وأنا كان ما عشتش هكا، ما كنتش نوصل توا، الحمد لله يا ربي عديت 21 سنة بعد مرض السرطان والحمد لله لباس، وبعت الأمل من اللي أنا مريضة وللتوا توا 21 سنة في قلوب عشرات الألاف من العبيد، وهذا شرف لي. نشكر مستشفى بهية وأنور الكموني اللي هو مؤسس حملة أمل. يا أنور شكري الجزيل لك، وإن شاء الله ديما ناجحين، ونشكركم ياسر ونحبكم ياسر.